تأجيل مباريات الدوري العام وحرب البيانات بين اتحاد الكرة والأندية. هل أصبحت السوشيال ميديا تدير الكرة في مصر؟ نستضيف اليوم في يا مساء الأنوار نجمي النقد الرياضي عصام عبد المنعم أسامة خليل. نفتح معهما الملفات الساخنة بكل قوة، حوار صريح حول العديد من القضايا، وحلقة خاصة في ضيافة جنرال الإعلام الرياضي كابتن مدحت شلبي تحت عنوان مصلحة مصر أم انتظام مسابقة الدوري العام. اليوم الساعة 11 مساء على القاهرة والناس. أهلا بكم في العاصمة.